يستهل المنتخب الوطني مشواره تحت قيادة جهازه الفني الجديد بقيادة حسام حسن بمواجهة منتخب نيوزيلندا في 22 من مارس الجاري ضمن منافسات الدورة الدولية التي تشهد مشاركة الثنائي تونس وكرواتيا. المواجهة ستكون الثالثة بين مصر ونيوزيلندا بعد أن سبق لهما خوض لقاءين وديين في يوليو 99 بالمكسيك، انتهى الأول بالتعادل بهدف لمثله، ثم تفوق الفراعنة في اللقاء الثاني بهدف سجله إبراهيم حسن مدير المنتخب الحالي. يحتل المنتخب الوطني المركز 36 عالميا برصيد 1500.38 نقطة، بينما يأتي منتخب نيوزيلندا في المركز 103 برصيد 1197.47 نقطة. وحال تخطي زملاء القائد أحمد حجازي المحطة الأولى في الدورة يواجهون أحد الثنائي كرواتيا أو تونس في المباراة النهائية. يحتل منتخب كرواتيا ثالث مونديال 2022 في قطر المركز 10 عالميا برصيد 1717.57 نقطة مقابل 1491.15 نقطة للمنتخب التونسي يحتل بها المركز 41. وحال مواجهة كرواتيا ستكون هذه المرة الثانية في تاريخ المواجهات مع المنتخب الوطني بعد أن لعبا وديا أيضا في يونيو 99 بكوريا الجنوبية وتعادلا بهدفين لمثلهما، وسجل حسام حسن الهدفين في الشوط الأول. أما تأهل نصور قرطاج للمباراة النهائية فيضعهم أمام منتخب مصر للمرة 38 في تاريخ لقاءات الطرفين التي تشهد تفوقا تونسيا ب 16 فوزا و 42 هدفا مقابل 13 انتصار و 38 هدفا لمصر، بينما كان التعادل سيد الموقف في 8 مناسبات. رحبوا معايا باللي منورنا ومشرفنا وبقاله كتير جدا ما نورناش هنا، لكن هو في بيته دائما وابدا سواء في اون 1 او اون 2 او اون سبورت اف ام. استاذ حسن مستكاو مساء الفل على حضرتك. اهلا بيك يا كابتن، منورنا جدا. الله يخليك. قبل ما نتكلم في اي حاجه خاصه بالكره لازم نتكلم في ما هو اهم في حياه البشر، نتكلم في احمد رفعت. طبعا يعني بص المشهد كان مفزع بصراحة طبعا ومؤلم. و فاكر موضوع إريكسون؟ طبعا لما حصل موضوع إريكسون الواحد بطبيعته يعني الصحفية حتى انا ابتديت اسال الدكاترة بتوع انديتنا احنا عندنا الجهاز بتاع صدمات القلب ولا لا؟ لان جزء مهم جدا بعد التجربه بتاعت إريكسون دي انا يعني وازاي المعالجه تمت في الملعب التفاصيل كما قرات وسمعت يعني انا ما كنتش في الملعب طبعا ان احمد ربنا يشفيه لغايه ما راح المستشفى ما حصلتلوش الصدمات بالجهاز. نعم. إذن احنا بنتكلم على مسألة مهمة، حتى لو في احتمال واحد في المليون حضراتكم يا أندية لازم تكونوا مستعدين للواحد في المليون ده. نعم. لأن دي حياة إنسان ومرض صعب يعني. نعم. لازم يبقى فيه طبيب قلب متخصص للطوارئ. وقبل كده يا كابتن أنا كنت بطلب زمان يا جماعة بطلوا حكاية حبل الغسيل بتاع الحكام اللي بيبقى في الموبايل ده، عايزين سماعات. أيه. وطلبت تاني ان الجهاز الطبي بتاع كل نادي يبقى معاه سماعة عشان يكلم المدير الفني عشان إصابة عشان كذا. ليه؟ احنا التكنولوجيا دي احنا بنشتغل في صناعة، والصناعة دي ما هياش كورة وبس ولا ملعب وبس ولا لعيبة فقط، الصناعة دي فيها حاجات كتيرة جدا. نعم. فلازم إذا كنا حقيقي بنشتغل الصناعة دي لازم كل التفاصيل التكنولوجية أو
غيرها يكون موجود عندنا. لابد ان كل، انا سالت طبعا دكتور مصطفى المنيري ايام اريكسون، انت عندك الجهاز ده؟ قال لي اه. كان ايامها هو يعني كان بيراميدز وما زال، وما زال. فاذا ضروري، وقال لي اعتقد ان الاهلي عنده كمان عنده. يعني فاذا لازم هذا الجهاز يبقى موجود في كل انا بقى مش عايز اتكلم على الدرجه الثانيه اللي بنسميها دوري المحترفين. الدرجه الثانيه هقول لك معلومه مؤسفه، انه عربيات الاسعاف اللي بتبقى موجوده اتحاد الكوره مدي شرط انه لازم يكون في عربيه اسعاف. عايز اقول لك معلومه وهي معلومه مؤكده، ان هناك عربات هي عربات في الاصل نقل الموتى، فبيجيبوها عشان من الماتش مش هتلعب من غير عربيه وبتحط عليها كلمه اسعاف. وحتى يا سيدي لو بلاش عربيات نقل الموتى عشان الناس ما تزعلش مني، لو هي عربيات اسعاف بتكون من جوه عباره عن دكتين فقط لا غير، فالاسم من بره اسعاف لكن من جوه طب لا اسعاف. طيب ما ده الحقيقه يعني انا بقول تاني، اي حد بيدخل اتحاد الكوره يبقى يشتغل للكوره، بس الدوري الممتاز ليس اختصاص اتحاد الكوره، اختصاص لا 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 نعم. اي حد يشتغل نعم. في الكوره أيوة. لازم يبقى حياته وتفرغ. انا بصراحه يا كابتن نعم. انت يعني بقول من زمان، دلوقتي الصناعه بقت كبيره جدا، لابد ان احنا ناخد نغير القانون ويبقى في محترفين بيد يعني نعم. متفرغين. ما ينفعش تبقى بتشتغل في الكوره بارت تايم نعم. خلاص ده زمن انتهى من زمان. لازم وقتك كله تبقى مشغول باللعبه بالتفاصيل بتاعه اللعبه نعم. ده لازم يبقى موجود. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، وانا تاني بقول انه هذه المسؤوليه ليست على اتحاد كره القدم، لكنه كان زمان في حاجتين موجودين. الحاجه الاولى انه كان في لجنه طبيه داخل الاتحاد، وده كان مهم جدا 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 وكانت مسؤوله عن كل هذه الامور، والى حد ما كانت بتبشر عملها. الحاجة التانية ان الملاعب نفسها، الاستادات نفسها، استاد اسكندرية، استاد القاهرة، استاد، كان بيبقى فيه الحد الادنى من الاجهزة حتى لو مش موجودة عند الاندية. الحاجة التالتة وهي الاهم، الكشف عن المنشطات التي توقف الان طبعا، ودي كارثة. انا مش وانت فاهم انا قصدي انا مش فاهم نعم. برضو ازاي ما يبقاش فيه كشف عن المنشطات نعم. انت 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 ما انتش عايز، انت الهدف بتاعك انك تحمي اللعيبة كلها نعم. لا وكمان يعني تبقى عادل المسابقه نعم. بتاعتنا تبقى فيها عدل ايوه، ما يبقاش في ناس بتغش نعم، تاخد منشطات على حساب ناس لا مش بتستعمل ده نعم. فطبعا لا ده لازم يبقى برضو في كشف. شوف تفاصيل كتيره جدا احنا الحقيقه بعيد عنها، لازم لازم الناس تقعد وتحاول تفكر في التفاصيل الصغيره قوي نعم، من الملاعب للمدرجات للجمهور للتذاكر لكل حاجه لكمان الاسعاف والاجهزه الطبيه المعاونه للاجهزه الفنيه، ده ضروري. نتمنى رب الشفاء لاحمد رفعت ويكون في اسرع وقت. اديكم سمعتوا التفاصيل كلها من دكتور عمرو عثمان، لكنه ده الحدث الاهم بالنسبه لنا. خلينا نروح لكره القدم، والناس كلها مستنيه تسمع راي الاستاذ حسن الزكاوي، وبوضوح وبصراحه وبتجرد كما هي عادتك دائما. قعدنا حوالي 15 يوم في قصة محمد صلاح، وأن هناك خلاف بينه وبين الكابتن حسام حسن، وتشعر أن البعض مستنفر ضد محمد صلاح مش عارف ليه. النهاردة محمد صلاح بيحقق رقم تاريخي جديد مع نادي ليفربول، لم يحققه لاعب من قبل يعني على مدار 7 سنوات، بسم الله ما شاء الله يعني. وإلى حد ما الأمور هديت، هل كانت هناك أزمة ولا لأ؟ ولو كانت هناك أزمة هل انتهت ولا ما انتهتش، ولا كانت مجرد زوبعة في فنجال؟ وفي الآخر إزاي هذه الأمور لا تتكرر مرة أخرى؟ وكمل بس حتى، إذا هذا الموقف حدث أوروبيا كيف يتم التعامل معه؟ طيب أنا هجاوبك على اللي انت قلته كله، بس الأول عايز أهني بعثة مصر في دورة الألعاب الأفريقية. شفت مروان أمش عمل إيه؟ طبعا سبع ميداليات نعم. تحية لكل الأبطال. ده مروان قماش بس 7 ميداليات يا جماعة، مش الدورة كلها. 117 ميدالية لمصر نعم. في الدورة نعم. وإحنا قدامنا لغاية 23 مارس الدورة تنتهي إن شاء الله. مصر تكمل هذه الدورة باكتساح نعم. بحيي كل بطل رفع علم مصر وكل بطل عمل ميدالية أو إنجاز السباحة والسلاح. وعلى فكرة التنوع بتاعنا
كتير جدا في لعبات مختلفه. وده الجميل ان انت بقيت تهتم باللعبات الفرديه، مش ما بقتش بقى رفع الاثقال والمصارعه بس هم اللي يجيبوا لك ميداليات. تحيه لكل ابطالنا في دوره الالعاب الافريقيه. اجاوبك بقى، هم صايمين كمان يا جماعه طبعا. اجاوبك بقى على موضوع محمد صلاح. اولا محمد صلاح لتاني مره في تاريخه مع ليفربول اعتقد ياخد 10 من 10 في الريتنج بتاع الماتش بتاع سبارتا براغ. وفي اثنين كمان ثلاثة واخدين تسعات يعني الماتش. كان طبعا عامل هدف وثلاثة اسيست باهداف. انا بيني كان خفت الماتش يخلص 30-0 لانه لحد الدقيقة 14 كانت 4-0، فقلت ده احنا ماشيين بمعدل صعب. الغريب بقى الغريب بقى ان يعني صلاح محدش قال اصل الماتش 6 واصل الفرقة الثانية ضعيفة. لا اخذ الدرجة النهائية على اللي لعبه. وعلى فكرة الانجليز ما بيدوش 10 من 10 دي تقريبا خالص. خالص يعني. طبعا ده مؤشر كويس جدا. الأزمة محمد صلاح. محمد صلاح انا احب اقول رأيي ان تايم يعني في وقتها. اذا اتيحت لي فرصه الكتابه او ان انا اقول في مداخله، وانا دخلت في مداخله في الازمه الاولى مع الصديقه العزيزه لميس الحديدي. وقلت رايي ان من حقه ان هو يتعالج في انجلترا. وقلت وشرحت ليه الاسباب، وقلت ان الخطا ان يورجن كلوب سبق الاتحاد ويورجن كلوب بعد كده. رد قال انا اتسالت في مؤتمر صحفي بعد المباراه في اضطريت اجاوب على محمد صلاح، لان الاجانب دول يعني مش ستريت. مش هيقولوا كلام عايم يعني او كلام ساكت يعني. وسالتني لميس انت يعني لو انت رئيس اتحاد الكوره كنت تسمح له انه يسافر للعلاج؟ قلت لها فاذا لكن الاتحاد اخطا انه ما فيش لازم تعمل بريفنج، لازم حد يتكلم للناس يعني. في الموضوع المرة دي احنا عندنا مثال اوروبي يعني دورين. مش هيلعب ماتشين بتوع انجلترا وايرلندا. هو مصاب صحيح. والمدير الفني بتاع بلجيكا بيقول او قال انا هسيبه عشان يعمل تاهيل، لان عنده اصابه. يعمل التاهيل بتاعه في مع مانشستر سيتي. وواضح جدا ان السباق ما بين ليفربول ومانشستر سيتي وهو سباق جبار جدا طبعا. اللعيبه الناديين محتاجين يعني كل اللعيبه كل النجوم لانهم ممكن يحسموا المباريات. وطبعا السباق فيه ارسنال هو كمان 64 63 يعني فالصراع جامد جدا. 64 ارسنال ليفربول 63 او 65 64 حاجه كده. ففي صراع شديد جدا على الستارت بريمير ليج. فحتى ما سمعتش بقى حد بيقول دي بروين راح ما راحش ده بيتخاذل عشان المنتخب. المسائل تبقى هناك. احنا دايما بنعمل صخب بلا مبرر. صلاح انا سالت كابتن حسام حسن لما كنا في الرياض واتكلمت معاه في الموضوع كذا موضوع يعني كويس. سالته على صلاح، قال لي صلاح ده نجم مهم جدا لمنتخب مصر. ركزوا بقى يا جماعه، الكلام اللي هيقوله الاستاذ حسن من السكاو ده مهم جدا. ده كلام كابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخبنا الوطني عن نجم المنتخب الوطني النجم العالمي محمد صلاح. اتفضل يا استاذ حسن. سالت كابتن حسام انت ايه حكايه يعني صلاح؟ قال لي صلاح لعيب مهم جدا للمنتخب وهو مش هيبقى معانا في المعسكر ده. واللي انا فهمته ان يعني هو يعني مش ممانع ان هو ما يكونش موجود، ومقدر ان هو محتاج لتاهيل طبي، ومحتاج كمان ان الفرقه بتاعته محتاجاه في الصراع اللي موجود ده. قال لي جملة عشان أبقى أمين يعني، قال لي أنت طول عمرك وطول عمركم يا صحفيين ويا نقاد ويا مذيعين بتقولوا المدرب مدرب واللاعب لاعب. قلت له عندك حق طبعا، المدرب مدرب واللاعب لاعب، المدرب صاحب القرار. أنا فهمت من معنى كلامه أو الجملة اللي قالها دي أن هو مش عايز حد يقعد يقول له أصل صلاح أصل كذا أصل كذا، باعتباره المدرب هو من يملك. يعني انت هتسالني مثلا رايك في القايمه، هو صاحب القرار في القايمه طبعا. ما اقدرش اقول ايه كمشاهد او حتى كمحلل او حتى كناقد ما خدش فلان ليه وما خدش فلان ليه. هو اللي بيتحمل المسؤوليه، هو هيتحمل المسؤوليه في الاخر طبعا. فلما حسام حسن تولى المسؤوليه طلع قرار بان هو يكون مسؤول، انا قلت حسام حسن اولوياته ايه هي؟ وقلت اوعى ما تشاركش في دوره الامارات اللي هي اتنقلت الى القاهره.
نعم. بمعنى انك انت هتلعب مع ثلاث فرق المفروض انهم مدارس مختلفه وممكن تبقى فيهم ماتشات وتبقى نتائج صعبه يعني. نعم. فخفت لا حسام يعتذر عشان لسه ماسك المنتخب فمش، لكن حسام بقى لما اتكلمت معاه في الموضوع ده عجبني شجاعته الحقيقه يعني. قال احنا لازم المنتخب لازم يلعب ماتشات كبيره، ما ينفعش يبقى عندنا فيفا ديت. طب لو نقدر نلعب مع البرازيل نلعب، لو نلعب مع انجلترا نقدر نلعب، لو نلعب مع المانيا يا ريت نقدر نلعب. وانا طلبت ده من الاتحاد، هو طلب ده من الاتحاد. انا قلت ايه الشجاعه دي؟ احنا بنطالب ده لان للاسف دايما دايما ما بنعملش برنامج اعداد في الفيفا ديت للمنتخب او للمنتخبات المصريه، ولما يبقى عندنا ماتش بتصفيات كاس عالم او ماتش بتصفيات افريقيا نفتكر ان حاجه مهمه الحق هات بتسوانا هات بنين. نعم. ماشيين كده سنين. نعم. فلازم الفيفا ديت ده يبقى فيه ماتشات، لان كل الفرق الافريقيه كل الجزائر المغرب تونس الكاميرون كله. نعم. لعب مع فرنسا ولعب مع كل الفرق. نعم. فحسام موضوع صلاح امر طبيعي موضوع جدا طبيعي. حسام حسن متفهم جدا جدا طبعاً. جدا طبعا والامور لا توجد مشكله مفيش. وانت مفيش بتؤيد بشده ما حدث. عايز اقول لك حاجه بس معلش عشان نبقى صراحه يعني اتفضل. حتى لو كان في شيء من الحساسيه او في مشكله نعم، لكن انت لما حسام النهارده مسؤول نعم. فموقع المسؤوليه، فموقع المسؤوليه ده بيخلي قرارك وكلامك يبقى يعني يليق بالمسؤوليه اللي انت فيها. نعم. لو انت بره المسؤوليه ممكن تقول ده كلام صحيح. كتير ده صحيح. لكن انت دلوقتي مسؤول فلازم تبقى كلامك نعم. موزون وبحساب بس يعني. بشكرك على هذا التوضيح، واعتقد لما الاستاذ حسن المسكاوي يقول هذا الكلام يبقى خلص الكلام. عندي خبر انه غدا سيجتمع كابتن حسين لبيب مع جوزيه جوميز المدير الفني الجديد نادي الزمالك لبحث احتياجات الفريق واذا كان مطلوب تعديل في الجهاز الفني ام لا قبل استئناف التدريبات، لانه الزمالك عنده اجازه 3 ايام. كابتن احمد مجدي كاتب على صفحته انه الخيره فيما اخترى الله. هل ده مقدمه لاي قرارات في مجلس اداره نادي الزمالك؟ ننتظر ونرى. فاصل ونرجع تاني. في آخر تحديث لنتائج بعثة مصر في دورة الألعاب الإفريقية بقى عندنا رصيدنا 128 ميدالية، 72 ميدالية ذهبية، 29 فضية، 27 برونز. وزي ما اتكلمنا على إنجاز أو إعجاز مروان القماش، أيضا باسم سمير أمين متى 4 ميداليات حتى الآن، 2 فردي و2 فرق وكلهم ذهب. مبروك يا شباب، مبروك يا بنات، وبالتوفيق دايما إن شاء الله. طيب قبل بس ما اتكلم على المنتخب يا استاذ حسن، مش طلعت انت من اصحاب التسريبات؟ لا يعني ما اعرفش يعني ايه يعني ايه يعني ما هي اسوأ عادة موجودة في التاريخ ان انا قاعد اتكلم معاك كده في الفاصل ونقعد نتكلم ندردش وما بنغلطش في حد. لا ما غلطش في حد خالص. خالص انا سمعته 3 مرات عشان بس في حاجة مهمة. نعم. جدا. مش معنى انك اولا مش معنى انك اولا انا اول ما شفت عمرو اديب صديقي وحبيبي نعم اول ما شفته بعد المباراه طالع متضايق فانا قعدت لازم ننكشه. انا نكشته طبعا. لان واحنا قاعدين الصبح طبعا انت عارف عمرو عمال يقول لكل الناس الزمالك هيكسب الزمالك وطبعا عمرو بيعمل ده كمان فيها شكل الدم. من الاشكال بخف الدم ومداعبه طبعا. فاحنا يعني وعشاش على فكره بقصده كده طبعا. نعم. احنا قعدنا بس نهزر شويه. نعم. مع عمرو يعني ده نمره 1. نمره 2 هو يعني الناس مش واخده بالها في لعيبه نجوم سوبر. نعم. ولما اجي اتكلم على 5 6 7 انا مش بدافع عن نفسي على فكره. نعم. لان انا ما غلطتش يعني طبعا لكن لما يبقى في 6 7 لعيبه 10 لعيبه من 500 لعيب في الدوري المصري هم لعيبه نجوم سوبر منهم عبد الله السعيد. نعم. ولا يمكن وعبد الله نفسه عارف رايي فيه. نعم. وانا بقول على عبد الله باستمرار انه احسن واحد ياخد قرار تمرير من لمسه واحده. نعم. يعني انا لما ادي الكره لعبد الله تروح له هو عارف هو هيديها وهي جايه. نعم. عارف هيلعبها لمين. واخد القرار بدري. فلما يبقى عبد الله مش ظاهر مع الزمالك وانا بتكلم على ماتش فيه عبد الله وفيه الزمالك من الطبيعي
ان انا اقول ان عبد الله مش ظاهر. نعم. لكن لما يبقى ظاهر من الطبيعي ان هو يبقى ظاهر. يعني انا عجبني في الماتش الاخير وانا الحقيقه اتفاجئت جدا بالمجهود البدني اللي عمله انه انقذ مرمى الزمالك من على خط من هدف الجون. رابع نعم في ماتش الجونه. ماتش الجونه نعم هو اللي تصدى لده. نعم. فحسين الشحات ساعات ياخد 3-4 وساعات ياخد 10 من 10. مظبوط. ما هو ده لعيب الكورة. نعم. وبقول حتى كمان لو أنا بكتب مقالة كل يوم منهم 2-3 كويسين والأربعة التانيين عاديين ده نعم. شيء طبيعي. فإذا إذا كان ده بيعتبر ألاقي بقى الناس يقول لك إيه أنت أهلاوي أنت أهلاوي. طب أنتوا ما خدتوش بالكم أنا قلت إيه على الهوا برضو إن الأهلي من غير جناحين وكهربا بعيد وحسين الشحات بعيد وبرس داو بعيد. نعم. ووسط الاهلي بعيد. الله. نعم. طب انا متاكد ان الاهلي لو كان خسر الماتش ده انا كنت هبقى عدو النادي الاهلي. لا انا بتكلم على مبدا يا جماعه التسريب هذا مبدا يعني عيب ومبدا فاسد وفساد ارجو ان يختفي تمام. طيب كيف رايت بعدين انا بحب اهزر على فكره. طب اهزر براحتك. انت عارف يعني. طبعا على فكره استاذ حسن من الظرفاء لكنه على الهوى هو راجل جاي بيقول لك معلومه. ازاي شفت مكالمه حسام وكولر برعايه لخالد بيبو وابراهيم حسن؟ ده مدير الاهلي وده مدير المنتخب وده مدرب الاهلي وده مدرب المنتخب. كويس جدا. كويس جدا. كويس جدا ان مدرب المنتخب. نعم. يتكلم مع المديرين الفنيين. نعم. واكبر ناديين وليه 10 لعيبه الاهلي. نعم. اعتقد في المنتخب يعني الزمالك طبعا لعيب واحد. نعم. لكن انا قلت لحسام في حوارنا كمان. نعم. طب خلي بالك انت هننتقدك. نعم. انت لو مش كويس لو في اخطاء. نعم. لازم نتكلم. فرح رادد ابراهيم حسن بحسم وبجمله يعني ايه شارب جدا يعني. نعم. يا كابتن بس يبقى نقد بناء مش نقد هدام. نعم. ايه هو بقى النقد الهدام والنقد البناء؟ نعم. يعني انت لما تقول ان في مشكله فنيه في الفرقه ده حق انا كمحلل او كناقد مش انا بس يعني. نعم. اي حد طبعا. لكن لما تقول ده ما ينفعش ده كذا ده مش نقد. نعم. ده مش نقد خالص. ولما تقول كلام فيه اساءات برضو ده مش نقد. نعم. وبعدين كمان يبقى واضح للجميع ان حسام حسن الان هو مدرب منتخب مصر. نعم. ده منتخب مصر مش منتخب حسام حسن طبعا. ولا منتخب الجوهري ولا منتخب حسن لسه قال الكلام ده في الاذاعه من 4 ايام. ايوه طبعا. مفيش منتخبات باسم حد مفيش طبعاً. حاجه باسم حد خالص طبعا. نعم. انا لا افقد اعصابي الا في ماتشات منتخب مصر. نعم. وانا في ظهر حسام حسن يا حسام لكن لو انت في اخطاء فنيه انا هتكلم عنها ضروري لان في مسؤوليه. شغلتك يا فندم. دي شغلتي في مسؤوليه كمان قدام. نعم. قراء وقدام جمهور لازم اكون امين مع القراء ومع الجمهور. طيب خليني اسالك عن المرحله القادمه والبدايه ومباريات نيوزيلندا وان شاء الله نكسب ونبقى مع الكسبان من تونس وكرواتيا. ما هو المطلوب من حسام حسن؟ ايه المطلوب من منتخبنا الوطني وايه المطلوب مننا كلنا بوضوح؟ يلا. 3 ماتشات 3 فرق صعبين جدا. نعم. جدا. حتى نيوزيلندا. نعم. نيوزيلندا طلعت اللعبه بتاعتها زي استراليا كده. أي. اللي هم الناس العمالقه الكره الطويله. نعم. بتوع رجبي الاجسام القويه البدنيه. ازاي حتى ممكن تكون كرتهم مش حلوه قوي بس هم والبيلد يعني طبعا. نعم. ايوه طبعا. نعم. وده برضو شكل من اشكال القوه في فريق يعني. بالمناسبه برضو لما اتكلمت مع الكابتن حسام هو كان ليه ملاحظه قال لك منتخب مصر ده ما يلعبش على 18. هو كان بيوجه نقد لمدربين قبليه ما ينفعش ان منتخب مصر يلعب. وكلمنا على تجربته مع المصري. نعم. فبيقول انا هضغط ولازم فرقتنا المنتخب مصر يعني يبقى بينقل اللعب في ملعب المنافس. نعم. والله لو قدر يعمل كده انا هسقف له طبعا. لان الكره الجديده دلوقتي بتقول اللي هو بيقوله ده. أي. ان كل فرقه بتعمل على انها تنقل اللعب المعركه لملعب الاخر. نعم. ما تلعبش على 18. أي. فهو هيواجه 3 فرق يعني احنا قدامنا نيوزيلندا. نعم. وقدامنا بعد كده تونس او كرواتيا. صحيح. والاثنين كمان فرقتين تقال جدا وفيهم مليانين نجوم. واحنا شفنا تجربه تونس مع فيتوريا وعملوا ماتش كويس جدا. وتونس نعم. مهما كان ماتشاتها مع منتخب مصر بتبقى
اما كرواتيا بقى الاسماء اللي موجوده طبعاً. الفولتين تقريبا هم جايين بالفريق الكامل يعني كل المحترفين محتاجين ان هم يستفيدوا من الفيفا يعني. نعم. فطبعا لا يعني انا بشوف انها تجربه مهمه جدا. وبصراحه تاني يا كابتن عشان يبقى كلامي متسجل، نعم. انا معجب جدا بشجاعه حسام واصراره على انه يلعب هذه الدوره، نعم. وانه يلعب مع فرق كبيره، نعم. لكن يخلي باله ان احنا بنلعب مع فرق كبيره. كرواتيا رقم 10 عالميا في التصنيف. لا كرواتيا في الاخر مصنف 18 يعني كاس العالم الوصيف 18 وصيف 18 وثالث البطوله الاخيره البطولة. نعم. لكن في اخطاء فنيه لازم نتكلم عليها بس. طيب دي لقطات من تدريب منتخبنا الوطني اليوم، وان شاء الله كل التمنيات بالتوفيق للمنتخب الوطني في رحلته الجديده. فاصل ونرجع تاني. بتعجبني صراحتك ووضوحك. إلى أي مدى أنت راضي عن سير مسابقة الدوري العام تنظيميا؟ لسه هنتكلم فني. تنظيميا؟ تنظيمي. وأنا قلت حاجة، أنا بتكلم إغريقي، بتكلم مصري عربي واضح. لا مش راضي طبعا خالص يعني. مش راضي لأسباب كثيرة جدا، ومش راضي لأن المسابقة يعني مرتبكة بقالها سنين، مش نعم. دلوقتي بس والله ما بتكلم على الرابطة. 30 سنة بتكتب على لا ما بنجيبش الرابطة. انا لا ولا الرابطة ولا الاتحاد. انا مش قادر اجيب لك مقالات انا كاتبها من 30 سنة. انا مش قادر اجيبها لك، انا عندي ارشيفك. بقول فيها تعديل التعديلات وتأجيل المؤجلات يعني. نعم. صوروا بالنا من الثمانينات احنا في المشكلة دي. والسؤال اشمعنى احنا بس؟ عشان الخواطر، عشان المجاملات، عشان انت بتعمل مبدأ وقرار قبل الموسم وتبلغ بيه كل الأندية، وبعدين لا ده أصلها مهمة قومية ومهمة وطنية مهمة، بعدين الناس نفسها الجماهير بقى بتبقى بتقول نفس الكلام أنا بقوله، نعم، إن الارتباك وإن المسابقة كذا، وبعدين تيجي بقى عند النادي بتاعها عايزة ماتشات وتتأجل كلها، وعايزة مش عارف إيه، وبعدين التاني الاهلي والزمالك، انا بتكلم على الاثنين. نعم. اشمعنى الاهلي وده يقول لك اشمعنى الزمالك؟ لا ما ينفعش كده. عايزين نظام، حطوا قاعده اللي بيقود اللي بيدير ياخد القرار. نعم. ويبلغ بيه الانديه، حكايه بقى الـ يعني حوار مع الانديه هنعمل كذا، رايكم ايه مش رايكم ايه، زي ما عملوا الموسم اللي فات. فالانديه كلها خافت من الدوري اللي هو المعدل، البلاي اوف والحاجات دي، السوبر اي مسمى يعني. مع ان كان الموسم ده محتاج الدوري مليون في المية، عندنا حاجات كتيره جدا. نعم. فعايز نظام، حط نظام وتلتزم بيه. الفرقه اللي هتلعب بره 4 ايام ليها، اللي هتلعب عمل القاهره ده. عمل ده عامل ده بس عمال ياجل. لا هو عمل ده، هو ماشي عليه عمال ياجل والله، بس بتجيله حاجات بياجل. وعايز اقول لك حاجه، لا. نعم. في ماتشات يعني كان ممكن تتأجل بس عشان ماتشات سهلة أو ماتشات يعني عدت بتتلعب. لا يعني الحقيقة الارتباك ده سببه أن الأجندة بتاعتنا مرتبكة وفيها خواطر وفيها مجاملات. أنا مش عايز ده، عايز بقى أتكلم كمان. طبعا ما ينفعش أبدا يبقى أنا مش عارف النادي ده هيلعب فين. كلمت مع حسام على كابتن حسام حسن على الايام ما كان بيدرب المصري. نعم. ليه المصري ما يلعبش في اقرب مكان لبورسعيد؟ ليه يعني مثلا يعني؟ ليه كل فرقه ما يبقاش ليها ملعب واضح ومحدد من الموسم، من اول الموسم لنهايه الموسم؟ ما هو ده مش جزء من الدوري ولا؟ نعم. انا بتكلم. نعم. كلام يعني تمام يعني احلام. بس خلي بالك يعني في نقطه حسن عشان برضو ما نبقاش متجنين. انت بتيجي في الاخر عندك عنصر اخر هو عنصر الامن. لا ما انا فاهم. لما تيجي طبعا عندك مشكله مثلا الزمالك بيلعب في الاسماعيليه ولا توجد مشكله، وتلاقي ازمه وخناقه وضرب وتكسير وشغلانه، فهتنقل المصري واقرب حاجه للبورسعيد هو الاسماعيليه. لا ثانيه، هتخش في الدوامه دي ثانيه واحده بس. نعم. اللي حصل في مباراه الاسماعيلي والزمالك. نعم. شيء مريب. نعم. وانا مش مصدق ان ده حصل، وكل العقوبات على الاثنين. نعم. اذا كان في من الجمهور ده والجمهور ده، ده شيء طبيعي. نعم. يعني ما العالم برضو ماشي بالعقوبات دي. أي. بين الماتشات بيحرم جمهور
بيحرم بعض المشجعين من دخول الملعب مع فريقه لمدة 30 سنة. نعم. ده في قرارات كده بكل الأندية الأوروبية. لا عادي. وعلى فكرة الشغب في ألمانيا بقى كل أسبوع في شغب في ألمانيا. ده صحيح. والألمان بيتعاملوا مع الأمر ده بمنتهى القسوة دلوقتي. نعم. فإذا الشغب وارد، لأن المسألة يعني بقت تطورت في الكرة، بقى فيها حاجات سياسية، فيها يمين متطرف، وفيها ناس حاجات مشاكل يعني. لكن أنت لو محدد، واللي يغلط يتحاسب حساب عسير. متى تتوقع أن تنتهي بطولة الدوري هذا الموسم؟ يا رب تنتهي قبل ما الدوري الجديد يبتدي. احنا خلاص خدنا عليها في الكاس، الكاسين بيضموا على بعض، مبقاش عندنا ازمه. والله انا سمعت انها في اغسطس، وبعدين في قول اخر سبتمبر، لو قول من قبل ذلك في يوليا. لا، ما يوليا ده بقى ضرب من ضروب الاحلام. ويوليا خلاص يعني، يونيا ويوليا انتهوا. بس انا مش هضرب مثل، وحياتك يا كابتن احمد، انا ما بقولش مثل بالبريمير ليج ولا الهولنديين ولا الالمان، ولا سيبكم دول من كوكب تاني. كل الدوريات اللي حوالينا معروف بدايتها ونهايتها. نعم. بس طيب انا هاخدك في سكه تانية خالص، درجات بس بطريقه تانية خالص. انت بتدي درجات للعيبه، وكلنا كنا بنستنى درجات الله يرحمه عمنا واستاذنا الكبير نجيب المستكاوي، والكل برضو بيستنى درجات حسن المستكاوي. انا هدي لك اسماء واديني درجات. الرابطه، يلا اتفضل. الرابطه سبعة من عشرة. ماشي. الاتحاد حجامل، معلش بقى. لا حجامل، لا ما تديش، لا حجامل بجد مش قادر يعني، حجامل بجد يعني. ثلاثة. ازاي تدي الرابطة سبعة وهي المسؤولة عن الدوري، وانت عمال تقول الكلام ده كله، وتدي الاتحاد ثلاثة وتقول لي بالمجاملة؟ لحظة واحدة، ما انا مش هعديها لك. لا ايه، برافو عليك. يا سلام، تعجبني انت، دايما مشاغب. لازم وبتفاجئني بالمشاغبه دي. طب لكن هرد عليك. اتفضل. بص، عشان احنا فاهمين ان الكوره في مصر هي الدوري بس. ماشي، كمل. لا، الكوره في مصر حاجات تانية كتير قوي، الملاعب، المنتخبات. ماشي. طب اقول لك حاجه، لما يبقى في اعضاء في اتحاد الكوره، اعضاء في اتحاد الكورة اللي بيدير اللعبة في مصر والانتخابات، لما تتقال قدامه فكرة أو كلمة البطاقة الزرقاء إنها ممكن تبقى واردة في العالم يعني، وتبقى دي مفاجأة، أنا أزعل قوي. مفاجأة للعضو وهو مش عارف يعني إيه بطاقة زرقاء؟ مثلاً يعني. لما يبقى في الفيفا شغال في، عايز بيعمل لغاية سنة 2026 النهارده بدي الأكاديميات خمس بطولات كأس عالم 17 سنة سنوية، كأس عالم وللمغرب خمس بطولات 17 سنة. احنا فين باللي انت بتقوله ده؟ في ذمتك ودينك، ده دور الاتحاد؟ دور الاتحاد ودور الناس اللي بتدير الكرة في مصر كلها، تمام، والدولة وكل حاجة. الملاعب مسؤولية كل الاتحاد، كل حاجة. لا، الاتحاد مش مسؤول عن البطولة، الاتحاد مش مسؤول عن الدوري. لا بس لو انت مش مسؤول عن الدوري، لكن مسؤول عن ارتباطات ولا انتخابات وبطولات وفشل مع المنتخب. مثال. نعم. مثال، احنا مش عندنا حاجه اسمها مركز المؤتمر، مركز التدريب الهدف، تدريب الانتخابات الوطنيه. نعم. المنتخب الاول بيتدرب هناك؟ لا. بيقيم هناك؟ لا. انا بقى اتمنى كنت نبقى عندنا حاجه زي كلير فونتين في بتاع فرنسا، اللي اتعمل سنه 88، وده ده جامعه بتاعه الكره القدم موجودة في فرنسا، موجود في مركز محمد السادس. نعم. ليه احنا المركز ده ما يبقاش فيه محاضرات وخبراء و هو ده شغلانه مين؟ ماشي، شغلانه مين؟ اقول لك مفاجاه، مين اللي بيدير الكره في مصر؟ اقول لك مفاجاه. الله، اقول لك مفاجاه. انت رحت المدينه الرياضيه، مش الاستاد الجديد، رحت المدينه الرياضيه اللي في العاصمه الاداريه؟ طبعا. شفت عامله ازاي؟ طبعا تحفه. ده انت ممكن تعمل فيها نهضه رياضيه كرويه في كل اللعبات، لا مثيل لها. طب لحظه واحده بقى، اتفضل. هو اللي بيدير الكره في مصر، انا بيدير النشاط الرياضي والكره في مصر. نعم. المدينه الرياضيه العملاقه دي، نعم، تفضل كده بلا 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 استخدام، بلا استخدام. اللفظ ليه احنا ما نسوقش؟ ايوه، للمنتخبات الاوروبيه او للفرق الاوروبيه. نعم. ويبقى تفضلوا عندنا،
وناخد منكم دولارات زي ما الدوحة بتعمل وزي ما دبي بتعمل وزي ما ليفربول ومانشستر سيتي وغيره من أكبر أندية العالم بتروح تعمل معسكرات في فترة الشتاء أو في فترات البري موسم. والفنادق يعني موجودة والطرق موجودة والمواصلات موجودة. ليه ما إيه حكاية المباني اللي عاملة زي يعني لا تستخدم؟ ده مسؤولية مين؟ أنا ممكن أقعد أتكلم معاك على حكاية التلاتة دي. ده موضوع مهم جدا يا حسن. أتكلم معاك على حكاية التلاتة دي لغاية بكرة. لأن التلاتة دي إحنا عندنا تفاصيل كتيرة جدا ما بتتعملش. مسؤولية مين؟ مش الاتحاد ولا الرابطة. مسؤوليتنا بقى. مسؤولية مين بجد؟ مسؤوليتنا جميعا. مسؤولية مين؟ جميعا. وإحنا لازم نفجر القضايا دي. لا إحنا بص يا كابتن. أنا بقول لحضرتك مسؤوليتنا نفجرها ونتكلم عليها. أنا شخصيا أنا فجرت ده انا خلصت الديناميت اللي في مصر كله. لا نكمل نبعت نستورد تاني يعني. طيب عشان اكمل الدرجات التحكيم. التحكيم ايوه 6 من 10. 6 من 10. استغرب 10 من 10 في كاس الامم وطبعا انا شرحت ليه. لا قول لي تاني ليه. قول لي تاني ليه. لان حكامنا في كاس الامم الافريقيه بيشتغلوا في من غير ولا ضغط. مفيش ضغوط. مفيش جمهور متربص. مفيش اعلام هيحاسبهم. مستوى لعبه عالي جدا اعلى من الدوري المحلي. فكانوا هم نعم. كمان مستواهم عالي نعم. واجادوا الثمان حكام اللي راحوا انا في رايي عملوا بطوله رائعه نعم. هنا عندهم حسابات. بينزل الملعب وعنده حساب من الاهلي والزمالك والاعلام وتحليل الاداء الحكم ومش عارف الجمهور والسوشيال ميديا والهجوم والخط اللي يعني مش معقول بجد. برضو الميديا بتعمل حاجات ساعات اروح رسم لك خط كده اقول لك هو ده والفار ده مش محسوب نعم. ونقعد نهيج الجمهور والناس تاخد برأي حد طالع يتكلم. لا طب خليني اسالك لو تدي للجمهور درجه في مصر تدي له كام؟ الجمهور نعم. الجمهور مين هو الجمهور؟ ماليش دعوه. لا انا سؤالي انا الجمهور فصل زي ما انت عايز. انا هفصل ما لازم عشان نعم. تبقى المسائل واضحه نعم. في جمهور سوشيال ميديا متعصب جدا وبيبرر لفرقته كل حاجه. وفي جمهور انا بشوفه في الشارع نعم. جمهور من كل الاعمار ومن كل المستويات نعم. جمهور بيحب الكرة وبيحب اللعبة نعم. أنا هديله 8 من 10. 8 من 10. الجمهور اللي أنا بقابله كل يوم. ممكن أسألك سؤال وتجاوبني بمنتهى الأمانة؟ فكرة جمهور أقول لك حاجة. أنا بس نهاية كاس جمهور الأهلي بعد الماتش كانوا يعني يسأل كابتن مدحت تلموا علينا يعني نعم. وإحنا طالعين نعم. قلت لهم الأهلي النهاردة بوحش ده لعب آخر 10 دقايق وكسب نعم. كلهم اجمعوا محدش مثلا لا المناقشات كانت ممتازه ماشيه في هذا بمنتهى الود والاحترام والتقدير. انا لو كنت قلت برافو ده الاهلي جامد قوي عشان كسب لا انا كده يبقى انا خنت ضميري المهني. هسالك سؤال. ليه الجمهور احيانا بينصب نفسه ان هو صاحب الموضوع صاحب الليله؟ واقصد ما حدث في مباراه نهائي الكاس لما الجماهير غضبت جماهير الاهلي عشان التيفو بتاعها ما دخلش والبعض قاطع المباراه والبعض ما شجعش لدرجه انه اللاعيبه نفسها كانت في حاله اندهاش. وايه اللي بيحصل؟ هو طبعا في المباراه شجعوا جدا للامانه يعني لكن الطقوس اللي بتتعمل والحاجات اللي بتتعمل والحماس اللي بتتعمل ما كانش موجود. هل النهارده هفترض معاك انه ادواتك ما دخلتش، هفترض معاك انه حصلت ظروف وما سمحتش ان حاجاتك تبقى موجوده في الملعب، هل ده معناه انك تقاطع فريقك في مباراة نهائي كاس ومباراة بمثل هذه الصعوبة؟ لا طبعا نعم. لا طبعا وانا كنت في الملعب وشايف جمهور الحقيقة وكان فيه برضه جمهور كبير يعني. لكن في النهاية اللي عايز يعرف جمهور الكورة ايوه في حاجتين يقراهم نعم. بجد يعني نعم. تقرير عملته التايم عن جمهور الكورة في العالم كله نعم. بكل طبقاته وكل الطقوس بتاعته نعم. مش في مصر بس وهي طقوس يعني فيها التيف وفيها كل حاجه. وكمان يقروا مقالات الكرة القدم رايه وطنيه لعمار علي حسن استاذ عمار علي حسن الصحفي المحترم الاستاذ نعم. يقرا الست مقالات دول عشان نعم. يعرف
يا ايه علاقه الكوره بالجمهور؟ نعم. ايه علاقه اللعبه دي وتاثيرها على الجمهور؟ وازاي ده مساله كبرياء؟ وازاي البطل الاهلي لما ينتصر او الزمالك لما ينتصر المشجع هو حاسس ان هو اللي انتصر؟ نعم. هو البطل. نعم. الحاجات دي لازم تبقى مفهومه، ولازم الجمهور كمان يوصل له هذه المعاني ويقرا ويتعلم. نعم. ازاي قد كده في علاقه ما بين الجمهور وما بين انت هتشوف المنظر ده في مصر، مدرجات مليانه كامله العدد. اه طبعا المشهد في الاستاد كان مفرح جدا. طيب امتى هشوفه في مصر؟ انا شفته زمان، شفت ماتشات للاهلي والزمالك، مع الاهلي مع البلاستيك والاهلي مع سكه الحديد او الزمالك. انا شفته ولعبت. اه ولعبت طبعا. نعم. 100,000 في الاستاد. نعم. والماتش متذاع. نعم. صحيح في تاثير للتلفزيون، لان النقل التلفزيوني دلوقتي بقى ممتع. أوكي. وبقى كاميرات وبتشوف كل. نعم. حاجه. لكن طبعا احنا عايزين الجمهور يروح، عايزين الجمهور يشجع. ايوه حضرتك، انا وانت عايزين امتى؟ لازم تعمل. هل التذاكر غاليه؟ في تذاكر غاليه. نعم. في مين اللي هيروح العاصمه الاداريه عشان يحضر؟ ما فيش عاصمه اداريه دلوقتي. لا لا لا، الكاس باسم العاصمه الاداريه. بالكاس. انت بتتكلم في استاد القاهره لحد دلوقتي، مش في هناك. لا لا لا، هنا. اه هنا احسن. آه. لسه لم يتم الاعلان، بس اتوقع ان انا لم يتم الاعلان عشان ما تبقاش بس معلومه. لم يتم الاعلان، بس انا رايي. نعم. برضو زي رايك. نعم. كده انها لازم تبقى في استاد. نعم. القاهره عشان نلاقي جمهور بيروح المباريات. نعم. اللي مهمه دي، اللي هي تونس وكرواتيا ونيوزيلندا. أيوه. ده منتخب مصر في اول تجاربه يعني. برضو انما النهارده لازم يبقى فيه. ايوه تدخل وتطلع بمنتهى السلاسه وبمنتهى الهدوء. ده بقى موجود في الملعب، وتلاقي مواصلات لغايه الملعب. نعم. وتلاقي كل الحاجات دي، وتلاقي اكل في الاستاد، وتلاقي النهارده لما الدوله تقول لك 20,000، 10,000 هنا 10,000 هنا، ولاقي في الملعب مباراه للاهلي او مباراه الزمالك الجمهور لا يزيد عن 1000 او 1500. اه قليل طبعا جدا. نعم. يعني لازم نشجع الجمهور ان هو يروح. هل ارتفاع اسعار التذاكر ده جزء طبعا؟ نعم. لان اقتصاديا المساله بقت صعبة جدا. فطبعا اكيد لو التذكرة ب 100 جنيه ولا ب 60 جنيه ولا بتبقى صعب على الشاب. لو يعني انت المسؤول عن مباراة مصر ونيوزيلندا او الدورة اللي هتتلعب بعد بكرة ولا بعد كام يوم دي، يعني تعمل التذكرة بكام؟ ايه هو المكسب؟ المكسب ان يبقى المستاد مليان وفي جمهور. نعم. مجانا. ولا انك تكسب من الجمهور 200,000 300,000 500,000 جنيه؟ انا يعني بتكلم بصراحه. في بعض. عايزني اجاوب ولا اقول لك حاجه؟ نعم. اقول لك حاجه، احنا لازم نجرب، وفيها مغامره شويه. نعم. انك يبقى الملعب مليان. نعم. هيحصل ايه؟ ترى الجمهور هيبقى مبسوط. طب احنا مش شفنا نهائي الكاس في. نعم. الرياض مش كان فيه احتفاليه وناس حاله؟ طب انا بقى رحت اتفرجت على ايه، على المأسورات. نعم. الخاصه بتاعت الناس اللي عايزه تبقى قاعد بتتعشى او بتاكل او بتتغدى وبتتفرج على مباراه. الجو، انا دخلت الاستاد في 10 دقائق. نعم طبعا. في 10 دقائق وفي دبي في الكاس. نعم. السوبر وفي قطر بتدخل. نعم. طب بصراحه بقى في ماتش في استاد القاهره. ليه الجمهور الاهلي او الزمالك او اي جمهور يمشي 3-4 كيلو عشان قبل ما يخش الاستاد؟ ليه يعني؟ لا بس في استاد القاهره ما بيمشوش. معلش معلش، 200 متر ولا 100 متر ما. نعم. في استادات تانية بيمشي 3 كيلو. استاد وحيد يعني. بس والله ما شفتهم مشوا، كانوا في السعوديه مشوا كتير بس كانوا مستمتعين. لا يعني الحقيقه يعني مساله تسهيل ازاي يبقى في مسابقه في. ايوه في التذاكر. ايوه الترويج، ازاي يبقى في اغاني، ازاي في حاجات كتيره. خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم من جديد. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين والمتابعين. كابتن احمد حسن الصقر باعت بيقول لك طب ليه ما نعملش ترويج اللي حضرتك قلته، ونعمل حفله ما قبل المباراه، حفله دي تجذب ناس والشباب بيحب المطربين المفضلين، وبالتالي يبقى عندنا فرصه ان الجمهور يحضر في المباريات. وانا متاكد ان ممكن جدا يعني فنانين كبار يتبرعوا. نعم. كمان بان هم يساهموا بالحفله دي على الاقل يعني باجرهم يعني، عشان احنا بس المكسب. حضرتك بتهزر ولا بتتكلم؟ لا بتكلم بجد. يعني انت عايزهم يجوا يغنوا وما ياخدوش فلوس؟ لا الفرقه تاخد لكن اللي هو يعني يبقى متبرع. انا ده رايي. ماشي والله انا لو صوتي حلو. ماشي والله. وبعرف اغني. نعمل انا وانت فرقه وندفع فلوس للناس عشان يسمعونا كمان يعني. بعرف اغني. يا ريت اللي انت بتقوله ده يحصل، للاسف شديد لكن ماشي.
المهم يعني فكرة طبعا حلوة لأن المكسب إن احنا عايزين نجذب الجمهور. سيبك من الفلوس، أنت عارف لما الجمهور يبقى مستمتع ويشوف ماتش حلو ويبقى أداءنا حلو إن شاء الله يا رب يعني يا رب. وهتعمل بعد كده الماتشات الجاية بفلوس، يبقى انت كده يعني فتحت الباب بس شويه للجمهور، فالمكسب بتاع الكوره في مصر ومكسب المنتخب هو الحضور الجماهيري. الحضور الجماهيري. طيب هنكمل معاك الدرجات. لسه طبعا في استامبه موجوده عندنا يقول لك اصل ده فاشل وده فاشل وده فاشل وده فاشل، ده ساعه الخساره. طبعا ساعه المكسب بتروح لحد واحد، يا اما المدرب ده عظيم يا اما اللاعب ده نجم يا اما اما اما. فمن اكتر من يتم اتهامه دائما وابدا هو الاعلام الرياضي اللي حضرتك جزء اهم منه، كلنا جزء ولو قد كده منه يعني. الاول هتدي درجه كام للاعلام الرياضي، ونمره 2 هتقول لي ليه، ونمره 3 هل المشكله في الاعلام الرياضي ولا المشكله في الاجواء كلها من اولها لاخرها. ايوه سؤال رزل. ها ما تبعدني عن لا صدق ابعدك ازاي. هقول لك حاجه، هقول حاجه للجمهور. يلا هم شايفيني دلوقتي؟ شوية. ارجعوا معلش بقى ارجعوا للشروق، جورنال الشروق، اقروا مقالات بعنوان مقالات ايام الصيف وكانت عن الاعلام، اقروها. ده من 10-15 سنة، لكن نروحوا للاهرام من 30 سنة واقروا اقروا يعني اقروا، لان ده ليا رايي يعني. ما ينفعش، وانت عارف انت عارف رايي، ما ينفعش انا اختار احسن لاعب عشان جاب جون، بينما في لعيبه تانية عملت مجهود جبار جدا. الاعلام الاهلي لو خسر او الاهلي لو كسب، الاعلام كله يسيب الجونه ويسيب البنك الاهلي ويقعد يتكلم هو الاهلي خسر ليه والزمالك خسر ليه. لا حد ادى لطارق مصطفى حقه ولا حد ادى لعلاء عبد الحالي حقه، ده كسبان الاهلي وده كسبان الزمالك. طبعا واحنا لو الدوري بتاعنا، لو طبعا كمان لو كل فرقه تلعب مع الاهلي والزمالك كده طبعا، ولو كل فرقه تلعب مع بعضها غير الاهلي والزمالك كده هيبقى عندنا كوره ودوري حلو. لكن هو ده في فرق بين دوري مثير ودوري قوي. رد عليا، اديني درجه الاعلام الرياضي بعد كل اللي انا قلته ده. اديني درجه، ماليش دعوه. هضطر جامد وبلا كنت اقول لك وبلا مجاملات. لا هضطر جامد. يلا خمسه. خمسه. طب كويس. الملاعب، الملاعب في مصر خمسه. خمسه. طيب انا بشوف ملاعب الحقيقه معلش ما ينفعش الملعب يبقى لعيب يجري والنجيله بتطلع تحت. مش خمسه يا استاذ حسن ابدا. لا يعني لا ملعب او اثنين يعني. لكن في ملاعب، ملعبين في مصر. في ملاعب تستحق درجه احسن حتى يعني. الملاعب الجيده للاسف الشديد باظت. واتحدث بوضوح على مثلا استاد زي الاسماعيليه. بص وانا قلت الحكايه دي قبل كده. يوم ما حضراتكم تلاقوا مهندس ماسك عدسه ونازل على ارض الملعب بيبص على شعرة نجيل، اعرف ان احنا الكرة بتاعتنا والملاعب بتاعتنا 10/10. مية مية. تعال خرجك بقى من التنشن شوية. تعال شوف في دورة رمضانية تتوقع الجائزة بتاعتها كانت ايه؟ دورة رمضانية. دورة رمضانية. المصريين قسما بالله ما في خفة دم في العالم زيهم. يلا يا وائل ورينا الجائزة. لا قرب السرعة يا عم وائل، والله ما شايف. ايوه جايزة أفضل لاعب في دورة السبع الرمضانية بالدهلية زي ما انت شايفين. دي ذكر بط. بط ذكر بط. ما هو ده ذكر بط ده ب 6000 جنيه بس والله. بطولة ليث السبع الرمضانية 2024. مبروك يا عم. بص خفة الدم بتاعت الناس عاملة ازاي. رفع الكاس. انا اول مرة في حياتي اشوف الكاس بطة. بص شفت ده قبل كده؟ لا طبعا. يعني نضال بيبوس الميدالية بتاعته ده بيبوس البطة. يعني انا لو صحفي في الجارديان هاخد الصورة دي غلاف في الصفحة الأولى في الجارديان.
هي دي تتساب، ده انا شفتها رحت بعتها والله العظيم انا هعمل كده فريد. طبعا دي ما تتسابش، اول مره الجارديان الانجليزي يشوفوا كاس عباره عن بطه. ده اجمل افيه ممكن تشوفه في شهر رمضان المبارك. خف الدم طيب طبعاً. انا خليني يعني هاخد منك يعني تعليق اخير وهوريك بقى يعني ضحكنا بس في حاجه يعني بتحزننا جميعا، بس عايز اخد منك تعليق اخير عما يحدث في الوسط الرياضي في مصر. صخب وكل حاجة مشاكل وكل حاجة فريقين، يا إما أنت مع فلان يا إما مع فلان، يا إما ضد فلان يا إما وكلمة الجمهور لازم يوصل له. يعني إيه النقد؟ يعني إيه أنا دوري إيه؟ دوري إن أنا أكون بحترم اللي أنا اللعيب اللي أنا بنتقده أو المدرب ولا أسيء لأي لعيب ولا أي مدرب. الإساءة الإساءة مهمة جدا. أنا أتكلم فنيا زي ما أنت عايز لكن لا تسيء لأحد. نعم حريك للأسف لقطة أنا آسف إن أنا بعرضها في النهاية، يعني لعيب فلسطيني آخر كلماته قبل استشهاده بننعيه وبنرثيه إن الله وإنا إليه راجعون، لكن دائما وأبدا بنقف جنب أخوتنا الأعزاء هناك في فلسطين العزيزة. لعلها تكون آخر كلمات أو آخر مشهد تشوفونا فيه أن في موقف صعب، لكن لا يحدث في ملك الله إلا ما أراد الله. قد يكون انتهى العمر وقد يكون في العمر بقية، ولا يحدد هذا الشيء هؤلاء النتنى، بل لا يحدده إلا مالك غيب السماوات والأرض. الأجل مكتوب هو الذي يحدد متى نموت، فأرجو المسامحة بالدعوات. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دي كانت وصية محمد بركات أبو يحيى النجم الفلسطيني، وكأنه يعني كان يتوقع استشهاده وكان صوت المدافع خلفه. ربنا يرحمه ويغفر له ويصبرهم وينصرهم يا رب. 15 ثانية اتفضل. ربنا يرحم كل شهداء غزة يا رب، وربنا ينتقم من كل من تسبب في هذه الحرب التي فيها إبادة وضد القانون الدولي وضد الإنسانية وعالم عنده انفصام في الشخصية. بشكرك أستاذ حسن مستكاوي، بشكركم أعزائي المشاهدين والمتابعين. رمضان كريم.